شاف نور بوذا الاسطوري، وانا بقول شفت الاسلوب ده فين، وطلع ان الاسلوب ده هو نفس اسلوب ناروتو، اسلوب الهدايه نوفس توتو. دلوقتي تعرف اي حاجه عن بوبوس ده ولا ايه بالظبط؟ ما هذا شويه عجوز لحسن تقلك عرق كده ولا كده. بعد ما شفنا القتالات الاسطوريه ما بين البشر والشياطين، والنتيجه دلوقتي 3-2 للشياطين، يا ساتر. ولو البشر خسر المباراه دي كمان خلاص باي باي للبشريه، البشريه هتتحول لتراب يا صاحبي. وبعد ما زيوس قابل بوذا في الحديقه الشيطانيه وطلب منه الانضمام للمباريات القادمه، وفعلا بوذا وافق. بعد ساعات بدا القتال السادس من حلبات راجناروك الاسطوريه. الحكم شغال يصيح الشاب الجامد فحت الزحليقه المتزحلق الابن العاق ومش عارف ايه بوذا. وفي الاخر بوذا دخل لساحة المعركه وبياكل لبانه ومش همه اي حاجه في الدنيا. بس بوذا فاجئنا وقال للكل انه هيقاتل لصالح البشريه، وتحدى الشياطين كلها، لو فيكوا شيطان ابن شيطان ينزل لي هجل الجد جلد يا ورع انت وياه. زيوس نزل الحلبه فعلا وكان متحمس فشخ عشان يقاتل بوذا، ولكن زيوس غير رايه. فجاه شياطين الحظ السبعه اقتحموا الحلبه بطريقه جنونيه، وهي دخول ساحه المعركه بسفينه الهولندي الطائر. شكلها دخلنا في سبونج بوب بالغلط. بعدها عرفنا ان شياطين الحظ السبعه مش سبعه اصلا، دول مجرد اشكال مؤقته لشيطان اسطوري واحد. وفعلا الشياطين السبعه اندمجوا مع بعض وظهر الوحش المرعب الفتاك زيرو. وهنا يا صاحبي بدا القتال ما بين بوذا البشري ضد زيرو شيطان البؤس. وزيرو اصلا كان شيطان الحظ من فتره، ولكن بسبب الحزن والبؤس تحول لشيطان البؤس بسبب البشر، وده كله حصل عشان زيرو انقذ قريه كامله من البشر وامتص البؤس والامراض من اجسامهم، ولكن ده كله كان بسبب الم لا يوصف لزيرو. وبعد سنين من الالم المتواصل زيرو تحمل كل ده من اجل البشر، ولكن بعد كله زيرو انصدم من اللي شافه، ظهرت حقيقه البشر القذره وهي الجشع والكسل وعدم الرضا والسخط على النعم والعياذ بالله. وهنا يا صاحبي قلب زيرو انقلب بالكامل. ولكن بعد ما قابل بوذا في القريه وشاف مجموعه كبيره من البشر بتحبه بدون اي سبب حتى، ساعتها زيرو انفجر بالكامل من الغضب وتحول من شيطان الحظ الى شيطان البؤس، وكان هيدمر البشريه بالكامل. بس في اخر لحظه قدر يتحكم بنفسه وخنق نفسه كمان وانقسم لسبعه اشخاص وهم شياطين الحظ السبعه. المهم القتال كان مولع ما بينهم، بس بوذا كان متفوق بسبب عينه الاسطوريه، قوه التبصر ومهاره الوعي بالكامل. وحرفيا زيرو ما عرفش المثبوذ خالص، ولكن الصدمه لينا يا صاحبي، سلاح زيرو الاسطوري فاس الجحيم بيتاثر بمشاعر زيرو، وكل ما زيرو يغلط في الهجوم الفاس بيكبر اكتر واكتر وبتزيد قوته التدميريه، يا خبر. وبعد مده من القتال الحماسي فاس زيرو كبرت فشخ وغطت ساحه المعركه بالكامل، بس في الناحيه الثانيه بوذا اتحمس على الاخر واستخدم مطرقه العوالم السته، العالم الرابع، درع هيموس الاسطوري. اوبا ولعت يا صاحبي، يا ترى مين اللي هيكسب؟ زيرو شيطان البؤس ولا بوذا النصف بشري ونصف شيطان؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في جزء اليوم. فلو لسه ما شفتش الاجزاء اللي فاتت اقدر اشوف من علامه الاي اللي فوق او اول كومنت تحت. ويلا كده خلينا ننطلق، ليتس جو. المهم عشان تنضم لينا والصحاب ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس، ويلا كده خلينا ننطلق في حكايه اليوم، حكايه من اجمل روايه، ليتس جو. جينجيتسو وا كروشيمي تو ايتامي تو مناشا داكي غا هادايوتتي. القتال مستمر ما بين بوذا البشري وزيرو شيطان البؤس. قول بتصيح ازاي ظهر درع غريب زي ده، لا وصد هدبة زيرو الفتاكة. برونادي بترد عليها، هو ده سلاح بوذا الاسطوري مطرقة العوالم الستة. قول مش فاهم حاجة، مطرقة مين وعوالم ستة ايش؟ فهميني. برونادي بتشرح لها ان العصاية دي مرتبطة بست عوالم، وكل عالم في شخص بيحرسه واسمهم الفالو كسارا، والعوالم الستة موجودة داخل المطرقة دي، وكل عالم بيستجيب لمشاعر بوذا. بمعنى المطرقة بتتحول لست اشكال على حسب مشاعر بوذا الخاصة، لو كان زعلان فرحان متعصب كحيان اي حاجة يعني بتنعكس على المطرقة. قول بترد عليها، بس دي نقطة ضعف ليه عشان مش بيقدر يحدد
يحدد السلاح اللي هو عايزه. في الناحية الثانية بوذا بيقول لزيرو فاجأتني بهجومك ده لدرجة اني خفت، وخرج درع هيموسا الاسطوري بكل حفوية. وبكده عرفنا ان درع هيموسا بيخرج لما بوذا بيحس بالخوف. زيرو تعصب جامد، اذا كان الفأس مش هيدمرك الشفرات الجحيمية دي هتشطر جدك لنصين، وحول الفأس العملاق لسيف مليان شفرات حادة. بوذا حس بالاثارة والمطرقة تحولت للعالم الثاني، عالم الحيوان، مضرب نيرفانا الاسطوري. وطلع ان العصاية عايزة بوذا يهجم على زيرو. حتى الجماد بيتكلم في الانمي ده. زيرو هنم عليه ولكن بوذا اتفادى الهجمة بقوة العين المستقبلية ورزع زيرو في بطنه. يخرب بيت الحماس اللي معها، قول فرحة فشخ، ياه شكلنا هنكسب هنكسب، بس ما تنقيش فيها، بس اسكت انت بس. بس استنى لحظة، ايه اللي حول سلاح بوذا للشكل ده؟ برونادو بترد عليها هي دي طبيعة بوذا، بيعيش براحته غير مقيد بأي حد، ده هو أقوى مراهق عرفته البشرية والشياطين كمان. وفي الماضي بوذا اتولد في مدينة شاكيا شمال الهند، وكان أمير المملكة، بمعنى كان متدلع وغني فحت يا صاحبي. وكان بيتعلم في أحسن المدارس وبياكل أفخم الوجبات، لحمة وشربة وجبنة كل حاجة. وبيلبس أحلى هدوم كمان، الأخضر والأزرق والأصفر كله. لو عنده قصر أسطوري عايش فيه بكل راحة، حياته نعيم بمعنى الكلمة. وبما أن الشياطين وعدته أنه هيبقى ملك العوالم في يوم من الأيام، كان قدامه أحسن مستقبل في المجرة. ده شفط وفشخ حظ الكرة الأرضية بالكامل. وأنا اللي بقول حظ بيض ليه الأيام دي. بعد فترة بوذا كان قاعد على البلكونة مستقني يسحى الآخر. أبوه بيقول له أنت كبرت وبقيت راجل طيب، مستقبل شاكيا أمانة بين إيديك دلوقتي. بوذا فرحان على الآخر بالكلام أبوه. ونتيجة كل ده بوذا كان بيعمل أكل كل مدة للشعب بالكامل، والناس كلها بتحبه، بيأكلهم يا جماعة زي تصغيط البط بالظبط. ودايما بيشكروه على الهدايا بتاعته. بس بوذا كان متواضع وبينزل كل يوم يتكلم مع عامة الشعب، يا سلام عليك ابو الفخامة والحنية. بس في اليوم الثاني بوذا كان نايم على سور البلكونة والدنيا اخر حلاوة، وشاف طائر في السماء بيحلق. بوذا بيفكر اكيد الطائر ده حر ومفيش اي حاجة بتقيده في العالم ده، نفسي اكون زيه. بس فجأة نسر عملاق هجم على الطائر الغلبان ده وخلص عليه. بوذا انصدم من اللي شافه، ونظرته للعالم اتغيرت بالكامل تماما يا صاحبي، تحول لشخص تاني بسبب حمامة. انت متخيل؟ المهم بعد ايام بوذا راح لزيارة قريبه جاتكا، وجاتكا ده كان حاكم لمدينة قريبة من مدينة شاكيا. بوذا دخل على الملك وبيصيح عامل ايه يا اسطى، ايه الاخبار يا زميلي ومش عارف ايه. في يا عم مش كده؟ الكل اتضايق طبعا، وده لان جاتكا ملك برضه، ما ينفعش اي حد يتكلم قدامه بالطريقة دي. بس نقول ايه، يا دي طبيعة بوذا الخربان. المهم بوذا وجاتكا اتمشى مع بعض في حديقة القصر. جاتكا بيقول له ما ينفعش تتكلم بالطريقة دي قدام الناس. بوذا بيرد عليه كنت بقلد الاطفال اللي موجودين في المملكة مش اكتر. جاتكا بيقول له للاسف ما ينفعش، احنا من عائلة ملكية ولا يجوز ومش عارف ايه. بوذا زعل على الاخر، ولكن جاتكا بيقول له ما تزعلش بهزر معاك يا عم القموصة. والاثنين كانوا بيحبوا بعض خالص. بعدها جاتكا وبوذا كانوا واقفين في مكان ما. جاتكا بيقول لبوذا سمعت انك هتكون ملك لمدينة شاكيا. بوذا بيرد عليه ايوه في القريب العاجل، وهخلي الشعب يعيش في سعادة وهناء. بس شاف وش جاتكا وكان زعلان فحت. بوذا بيسأله اكيد انت فرحان لانك ملك مش كده ولا ايه؟ جاتكا بيرد عليه مين قال لك الكلام ده؟ بوذا بيقول له عشان مملكتك مزدهرة بالكامل، ودي احلى حاجة بالنسبة للملك. جاتكا بيرد عليه بكل حزن للأسف حياتي هتنتهي بعد مدة قصيرة بسبب المرض، وإلى الآن بحاول أخلي شعبي يعيش في سعادة وهناء، ولكن بعد كله لم أشعر بالسعادة قط. وبيسأل بوذا يا ترى احنا عشنا لأي سبب؟ كل ده عشان ايه؟ أنا مش عارف أعيش فرحان أو سعيد حتى. بوذا مصدوم من كلام جاتكا، مش عارف يتكلم خالص. جاتكا بيكمل كان نفسي أعرف ايه طعم الأكل اللي بياكله شعب الفقراء، وأشوف نهاية النهر الأسطوري، وأعرف إلى أين تمتد هذه السحب. بس ساعتها جاتكا افتكر إن بوذا واقف جنبه. هو لسه شاب. جاتكا بيعتذله عن الكلام ده وبيقول له شكلي بقيت جبان بسبب الموت. وبعد سنين توفى الملك جاتكا بسبب المرض. بوذا راح مع حاشيته لتعزية المملكة وشاف كمية حزن الشعب على الملك الراحل حبيبهم يا جماعة. مساعد بوذا بيقول له الشعب كله زعلان على الملك الراحل، أكيد الملك كان سعيد خالص. بوذا سمع الكلمة دي ونزلت كالساحق عليه، افتكر كل حاجة جاتكا قالها له. ساعتها بوذا اكتسب عين الأسطورية، قدرة التبصر ورؤية المستقبل القريب. بوذا نزل من الحصان
وضحك بصوت عالي. هو بيعيط اصلا. الناس استغربت، معقوله يكون بوثن جن بسبب الحزن؟ بوثا بيرد عليهم مستحيل، انا بقيت ملك الشياطين دلوقتي. وبعد دقايق بوثا اقتحم مكان الملك الراحل وملأ المكان بالورود. الكل صدم، انت بتعمل ايه؟ الملك لسه ميت، ازاي تعمل كده؟ بوثا شال تابوت الملك على كتفه. ابوه بيزعق له، بتعمل ايه يا ابني؟ ده مش سلوك امير خالص. مساعد الملك الراحل بيقول له ايوه الفات الكحيان الخربان، الشياطين هتعاقبك ومش عارف ايه، الفسوا عليك يا بوذا. بوذا بيرد عليهم اخرسوا جميعا، مش عايز اسمع اي كلمه من اي حد، مصيرنا بين ايدينا. وفعلا بوذا راح للنهر عشان جاتك كان نفسه يعرف ايه اللي موجود هناك في نهايه النهر. يا سلام، هيعرفوا هو ميت يعني. الله المستعان. بعديه بوذا رحل على المملكه بالكامل وساب كل المتعه والمال ورا ظهره وانطلق للعيش في الغابات بين الاشجار والحيوانات. يا ساتر. بعد فتره كان في مجموعة من الأشخاص بيتمرنوا في الغابة، وكان في شخص معاهم تعبان خالص من قلة الأكل. واحد بيقول للزعيم الشخص ده هيموت، لازم يأكل أي حاجة. الزعيم بيرد عليه مستحيل، هي دي طريقة الوحيدة لاكتساب القوة المطلقة. فجأة بوذا بيديله شوية من الحبوب، خد يا ابن الأكل ده طعمه حلو وفح. الزعيم بيصيح أنت بتعمل إيه يا أيها الوغد ها؟ بوذا بيرد عليه مالكش دعوة، أنا بديله أكل مش أكتر. ومن ساعتها أغلب التلاميذ مشوا ورا بوذا. بس في يوم من الأيام مجموعة من البشر كانوا رابطين بنت قدام نار كبيرة عشان يضحوا بها كقربان الحظ والعياذ بالله، بس بوذا انقذها وكمل في طريقه الخاص. نرجع لبرونهيلدا، برونهيلدا بتكمل، بوذا بيقرا اي حد بيحدد مصير اللي قدامه وعشان كده بيقاتل لصالح البشر. نروح للقتال، زيرو هجم على بوذا بفاز الجحيم، ولكن بوذا تفادى الهجمه. زيرو تعصب جامد، لازم اضربه، لازم المسه، مفيش اي حل تاني قدامي. زيرو استخدم مهاره غريبه وحول الفأس لسيفين منفصلين. يا ساتر. بس في الناحيه الثانيه بوذا استخدم عصاية العوالم السته، العالم السادس عالم ديفا الاسطوري، واستدعى فأس لوكا الفتاك. يا ساتر، ولعت يا صاحبي. زيرو هجم عليه بس بوذا صد الهجوم ورد عليه بهجوم تاني، والحلبة كانت مولعة حرفيا. القتال حماسي لدرجة مهولة، والضرب ضرب في ضرب يا برو، والاثنين متعادلين. فجأة زيرو هجم عليه بالسيفين وخلاص هيفصل راسه، بس بوذا رجع لورا وهاجم عليه، عور زيرو في صدره. ولكن مع ده كله ده كان مجرد خدش بسيط. زيرو تعصب اكتر واكتر والبؤس زاد كمية رهيبة. وساعتها زيرو استخدم اقوى مهارة عنده، عمل سلاح شكله غريب مليان بالشفرات الحادة. يا ساتر. بس من الناحية الثانية بوذا استخدم العالم الثالث، عالم البشر، واستدعى سيف اكسيا الاسطوري. زيرو هجم عليه بالشفرات بتاعته، بوذا شغال يكسر في الشفرات ويهرب ويكسر، يهرب ويكسر. بيلعب معاه والله. بعد دقايق بوذا كسر شفرات زيرو الحادة ورجع سلاح زيرو لشكله الاول وهو فأس الجحيم. الكل طبعا بيشجع بوذا، وحتى جمهور الشياطين من بهر من قوة بوذا الرهيبة. زيرو سمع كل التشجيع ده وبيصيح، كل مرة بوذا يكسب حب البشر بدون اي تعب حتى. فجأة زيرو حاول يغفل بوذا بهجوم سريع، بس على مين يا صاحبي؟ بوذا تفادى الهجوم بسرعة رهيبة وبيقوله لازم تحب نفسك وإلا محدش هيحبك خالص. وعلى فكرة انا معجب بشخصيتك الاسطورية يا زيرو. زيرو مش فاهم اي حاجة، بيصيح مستحيل تكون. بس فجأة شاف نور بوذا الاسطوري، وانا بقول شفت الاسلوب ده فين؟ وطلع ان الاسلوب ده هو نفس اسلوب ناروتو، اسلوب الهداية نوفس توتو. نرجع لزيرو. زيرو بيفكر اخيرا فهمت كل حاجة، انا اصلا كنت بحاول اكون زي بوذا من الاساس. فجأة فأس زيرو الشيطانية اختفت بالكامل وفقدت قوتها. بوذا رمى السيف بتاعه وقال له هنبدأ القتال دلوقتي بدون اي اسلحة. حان وقت قتال القبضات. زيوس نط من الفرحة، ايوة كده خلينا نستمتع. وفعلا القتال كان ممتع فحت يا صاحبي، ضرب من هنا وضرب من هناك، وساحة المعركة بتهتز من المشجعين. زيرو كان بعيط من الفرحة، اخيرا عرفت معنى السعادة. وبعد لحظات بوذا انهى القتال بضربة قاضية والصدمة، طاقة البوس اختفت بالكامل من جسم زيرو. قول انصدمت، مين الشخص ده؟ برونادا بترد عليها ما تخافيش، ده هو شكل زيرو الحقيقي. وبكده يا صاحبي تم هزيمة زيرو على يد بوذا البشري. بس استنى لحظة، في حاجة غريبة بتتحرك جنب جسم زيرو. زيرو بيشكر بوذا لانه انقذه ورجع لشيطان الحظ مرة تانية. بس فجأة القرون الشيطانية لزقت في راس زيرو. يا خبر، هو ايه اللي بيحصل ده؟ الكل مصدوم، والمصيبة الاكبر القرون حجمها بيكبر
تكبر أكتر وأكتر أكتر من الأول، ودخلت في فم وقلب زيرو. يخرب بيت الرعب يا جماعة، الكل متجمد من الرعب مش عارفين يتكلموا خالص. فجأة تنين أحمر وأزرق خرجوا من جسم زيرو وحوطوا المكان بالكامل، بيبصوا على بوذا بكل غضب. يا ساتر ليه واللي حصل؟ بوذا حاول ينقذ زيرو ولكن التنانين هربوا على زيرو. زيرو بيصرخ أنقذني أنقذني بسرعة يا بوذا، بس للأسف التنانين حوطوه بالكامل وكونوا كرة عملاقة بيضة عملاقة وخرج منها كائن مرعب. بوذا استخدم عين الأسطورية ورجع لورا بسرعة مهولة. بس يا ترى ليه؟ يا ترى ليه رجع كل ده؟ وده كله عشان بوذا ما شافش أي حاجة عن المستقبل. أوبا يا ترى إيه قصة الوحش ده؟ الوحش خرج بالكامل وكان شكله يقطع الخلف يا صاحبي. مرعب فحت. بوذا استغرب أنت مين أيها الوغد؟ وطلع إن الشيطان ده هو ببص ملك القارة السفلية المظلمة. أوف ولعت على الآخر يا صاحبي. في الوقت ده في مكان ما شخص غريب بيهمهم، كان ممكن يكون أي شخص، ولكني عثرت على أفضل وعاء، وكل ده كان مجرد تجربة عشان أشوف إيه اللي هيحصل في التربة الجميلة دي. أوبا ده بيتكلم على زيرو يا جماعة، إنه وعاء. بس ترى لمين؟ مين الشخص ده اصلا وايه قصته مع زيرو يعني، وايه الوعاء اللي بيتكلم عليه؟ نرجع للقتال. برونهيلدا انصدمت، مين الشخص ده؟ قولي بترجف من الخوف. فجاه ركب برونهيلدا فكت وقعت على الارض، المفاصل باظت يا صاحبي. ما حدش عارف مين الشيطان ده، حتى زيس واودن وبقيه الشياطين ولا واحد منهم شاف الشيطان ده قبل كده. وده بيساله فين زيرو دلوقتي؟ ها بوبس بيرد عليه اختفى، ملوش اي وجود في العالم ده. وبيعرف عن نفسه، بودا بيقول له ايوه انت عايز ايه دلوقتي يعني؟ بوبس بيرد عليه للأسف حتى أنا معرفش، ولكن أنا متحمس على الآخر عشان أعرف مدى قوتي الحالية. لوكي بيسأل أودن يا ترى مين الشخص ده؟ تعرفه ولا إيه؟ ولكن أودن ما تكلمش ما ردش عليه لأنه ما يعرفوش أصلا. أرسي بيسأل هيرمس ترمس وده شيطان ولا إيه دنيته بالظبط؟ هيرمس ترمس بيفكر للأسف مش عارف. فجأة شخص غريب اقتحم المكان وبيقول لهم ده مش شيطان عادي زيكو ولا مجرد كائن عادي حتى. أليس شاف الشخص ده وترعب، يا لهوي انت تعمل ايه هنا؟ وطلع ان الشخص ده اسمه هايدس. هايدس بيقول لأليس لامتى هتفضل قاعد على الكرسي بتاعي والكحيان؟ أليس طار من مكانه واعتذر ليه. هيرمس ترمس بيرحب بيه، بقالك فتره كبيره ما جيتش العالم ده، ايه المفاجاه السعيده دي؟ هايدس بيرد عليه سمعت ان اخويا الصغير خسر ضد بشري، مع انه صعب اصدق الكلام ده بس من رده فعلكو شكله حصل فعلا. بس غريبه ازاي مات بوسايدون؟ وطلع ان هايدس هو اخو بوسايدون الاكبر. اوبا شخصيه مرعبه جديده انضمت للحلبه يا صاحبي. زيس بيصيح بوسايدون مات من زمان، دلوقتي تعرف اي حاجه عن بوبوس ده ولا ايه بالظبط؟ ما هذا شويه يا عجوز لحسن تقلك عرق كده ولا كده؟ هايدس بيقول له ناقطنا بسكاتك يا عم العجوز كفايه صياح. وفعلا زيوس هدى على الاخر ورجع لورا، حتى زيوس بيسمع كلام هايدس. بس يا ترى مين الشخص ده؟ وهل هو قوي فعلا زي زيوس كده ولا لا؟ المهم هايدس بيقول لهم بوبوس ده محارب اسطوري مذكور في اساطير هيل هايم القديمه. أريس سمع كلمه هيل هايم وعملها على نفسه مليون مره. على العموم الارض بتتكون من ثلاث طبقات اسطوريه، طبقه الشياطين العليا وطبقه البشر والحيوانات واسمها ميدغارد، وطبقه الشياطين السفليه او طبقه الجحيم، والطبقه دي اسمها هيل هايم. هايدس بيكمل في اسطوره في هيل هايم، وهي اول ما يجتمع النور والظلام في جسد واحد بيتم استدعاء الوحش الاسطوري ملك القاره المظلمه بوبوس الزعيم القوي العظيم. هيرمس ترمس بيقول له حتى انت يا هايدس حتى انت. هايدس بيقول له للاسف حتى انا ملك هيل هايم ما شفتوش ولا مره في حياتي، وكنت بحسبه مجرد خرافه مش اكتر. يا لهوي ده طلع ملك الشياطين السفليه. كده كل حاجه بقت واضحه. نروح لبوذا، بوبوس بيقول له شكلي لسه ما اتعودتش على الجسم ده. فجاه ظهر مخلب عملاق في ايد بوبوس، بيقول له شكلي هخلص القتال ده بضربه واحده. وفعلا بوبوس هجم عليه بسرعه رهيبه، بس بوذا صد الهجمه والصدمه الارض اتكسرت تحتهم من قوه الهجوم. يا ساتر بوبوس كمل هجوم، ولكن بوذا بيعافر بكل قوته. قولي توترت فشخ، بتسال برونهيلدا اكيد بوذا هيكسبه، هيكسب بسهوله بسبب قوه عينه الاسطوريه مش كده ولا ايه؟ برونهيلدا بترد عليها للاسف بوذا مش عارف يستعمل قوته خالص، وحتى انا حاسه بالظلام الدامس في جسم بوبوس. قولي اترعبت مع انها مش فاهم حاجه. برونهيلدا بتشرح لها ان عين بوذا الاسطوريه بتشوف خيال الجسم قبل حدوث الشيء، بمعنى لو ارنب كان واقف وقرر يتحرك بيفكر هيتحرك فين الاول، ولو الانسان عايز يشرب بيفكر الاول هيتحرك ازاي. بوذا بقى بيشوف الخيال ده عشان كده بيعرف يتفادى الضربات بسهوله، ولكن المصيبه جسم بوبوس المظلم مظلم للدرجه لا توصف، لدرجه ان مفيش اي خيال من الاساس. يخرب بيت الرعب يا صاحبي. نرجع للقتال، بوبوس انهال بالهجمات والضربات الشرسه على بوذا. بوذا في موقف صعب يا برو، ولكن بصد
اغلب الضربات. بوبوس بيقول له انا مستعد دلوقتي عشان استعمل كل قوتي. فجأة بوبوس لف ايده بنصل حاد فحت يا صاحبي لا، وبدأ بالدوران بسرعة رهيبة وهجم على بودا. بودا استعمل درع هيموس الاسطوري في اخر لحظة، ولكن المكان امتلأ بالدخان من شدة الضربة، وبعد لحظات انقشع الدخان بالكامل وظهر بوبوس وبودا قدام بعض. بوبوس سحب النصل بتاعه وكان مليان دم على مقدمة النصل. يا خبر، هو ايه اللي حصل؟ والمفاجأة لينا يا صاحبي، درع هيموس الاسطوري اتخرم بالكامل، اتخرم. لا، وعن بودا الشمال راحت اتدمرت بالكامل. يا للهول، ما الذي جرى؟ بوبوس بيضحك ضحكة مرعبة. هو ده العقاب المناسب ليك، ولسه القادم اسوأ. الكل انصدم، ازاي خرم درع هيموس الاسطوري مع ان الدرع ده صد فأس الجحيم بتاعت زيرو؟ بوبوس بيقول له للأسف كنت عايز احفر دماغك وافجرها، بس انت حركت رأسك في اخر لحظة. فجأة بوبوس حول ايده لفأس الجحيم وبقول له اما نشوف هتستحمل لحد امتى ايها البشر الحقير. بوبوس سلم عليه، بس بودا استدعى فأس اكسيا وصد هجمة بوبوس، ولكن بوبوس ما وقفش وانهال عليه بالضربات، ضرب في كل حتة لبودا. لا، والمشكلة ان بوبوس الخبيث بيستهدف النقطة العمياء عند بودا وهي الجزء الشمال، عشان عينه الشمال راحت يا صاحبي. ولكن مع كل ده بودا ما فقدش الامل وهجم على بوبوس وكان خلاص هيفصل راسه، ولكن بوبوس عنده ردة فعل اسطورية سريعة موت وهرب في اخر لحظة. له رد الهجوم بقوة اكبر وعور بودا في كتفه. يخرب بيت الحماس يا برو، بوبوس ده متفوق في القتال وبدأ يعور بودا في كل جسمه. ارز بيصيح ايوه ده قوي فشخ، يا ترى ايه قصة الشيطان ده؟ هايدس بيرد عليه ما اعتقدش ان شخص بذكائك الفسفس ده هيفهم اللي هقوله، بس رغم ده هايدس قال لهم ان بوبوس قوي فحت لدرجة ان محدش من الشياطين قدر يقف قصاده، وقبل سنوات بوبوس دمر وحرق نص هيلهايم بكل سهولة ومحدش قدر يقف قصاده. أريس انصدم، يا لهوي نص هيلهايم والوحده كمان؟ هايدس بيقول لهم وفقا للأسطورة بوبوس دمر نصف المملكة السفلية ولكنه اختفى بشكل غريب. بس ما تخافش يا صاحبي اقول لك ازاي اختفى، واختفائه كان كالتالي: بعد ما بوبوس دمر نص المملكة قوته زادت اضعاف اضعاف مضاعفة لدرجة ان الجسم ما استحملش ودب من قوته. نهاية غبية لمحارب اسطوري. نرجع لهايدس، هرمس تيرمس استغرب، بس ازاي بوبوس مولود في المكان ده بعد ما اختفى من فترة كبيرة؟ هايدس بيرد عليه في حل واحد لوجود بوبوس في المكان ده، تفسير واحد فقط وهو كالتالي: ان اكيد في شخص اخذ جزء من بقايا بوبوس وزرعها في وسط مناسب، وبعد فترة صنع حاجة شبه البذرة كده، ومن ثم حط البذرة دي في جسم زيرو. وفعلا الشيطان كان عبارة عن قرون لزيرو. هايدس يتعصب جامد، مين الحقير اللي ممكن يعمل كده؟ هايدس بيرد عليه: اكيد هو، مفيش غيره، شيطان مختل عقليا ويقدر يعمل الحاجات دي بكل برود، تجارب بشرية حقيرة. هرمس تيرمس بيقول له ايوه عرفته، اكيد ده بلبل بالزبيب. الاسم الخربان ده يا اسطى. المهم نرجع للقتال، بودا هجم على بوبوس ولكن بوبوس اتفادى الهجمة وحور رجل بودا عشان يوقف حركته. بودا رجع لورا بسرعة ولكن رجله بدأت تنزف جامد. بودا بيفكر ازاي يهجم عليه، فين نقطة الضعف بتاعته؟ الجمهور اترعب، مفيش اي امل، خلاص بودا هيخسر ضد الشيطان المتوحش ده. في الناحية التانية الشياطين بيشجعوا بوبوس حتى لو ما يعرفوش هو مين اصلا، بس بيشجعوه، المهم يكسبوا خلاص. ليفل 1000. بوبوس بيقول لبودا مفيش اي امل خالص ليك، انتهى القتال بالكامل، تقبل عقابك. بودا بيرد عليه انت عمال تصيح عقاب عقاب، ده وش جدي؟ ما تسكت شويه يا اخي، خليني اركز. بودا حاول يكلم زيرو، اكيد انت هناك مش كده ولا ايه؟ رد عليا يا زيرو. بوبوس استغرب، زيرو انت قصدك على الشيطان الكحيان اللي خسر منك؟ وبدا يضحك بكل هستيريه. زيرو في المكان ده وشاور على بطنه، المفتري اكله بالكامل وتغذى على جسمه. بودا انصدم، بوبوس بيقول له ما تخافش طعمه كان حلو واداني قوه كبيره. فجاه بودا زعق بصوت عالي: اخرس، خلت عليك الفسوة ايها الحقير ومش عارف ايه. اوبا، دي اول مره بودا يتعصب فيها، يا ترى سلاحه يتحول لاي شكل من الاشكال؟ بودا بيقول له خلاص انتهت حلول الارض، لازم اخلص عليك حالا بالا فعلا. وفعلا بودا استعمل عصا العوالم الستة العالم الخامس عالم بريتا، سلاح سلاكايا الاسطوري. الكل مصدوم لانهم اول مرة يشوف السلاح ده، عشان بودا عمره ما تعصب من الاساس. بوبوس طار من الحماس، ايوه ده افضل مثال لانزال العقاب عليك، العقاب الاسمى. بودا هجم عليه ولكن بوبوس تصدى للهجمة بالفأس بتاعته. ها انت ضعيف يلا، حتى اقوى ضرباتك مجرد زغزغة بالنسبة لي. بودا ما وقفش وطلع نيران جحيمية من ظهر السلاح واندفع بقوة صاروخية ناحية بوبوس، واستخدم ضربة كاناموري شطاموري هاكونا مطاطا.
الضربة الغريبة دي يا صاحبي. وفعلا بوذا فرتك درع بوبوس اخيرا اخيرا قدر يعوره. بس استنى لحظة، بوذا اتصاب جامد يا صاحبي، اصابة قاتلة في بطنه، يا نهار بطيخ. وطلع ان بوبوس هرم عليه في نفس الوقت من النقطة العمياء، وعشان عين بوذا الشمال راحت فما لحظش الهدوم ده اصلا. بوبوس بيقول له هل لديك اي كلمات اخيرة قبل الهلاك؟ بوذا ابتسم وتعصب في نفس الوقت، هقولها لك مرة تانية واخر مرة، وقرب منه اكتر واكتر مع ان سلاح بوبوس داخل جسمه. يخرب بيت القوة والاصرار يا عم. بوذا بيكمل، مدام الشياطين مش هتنقذ البشر هنقذهم بنفسي، واي شيطان هيقف في طريقي هجلو الجد الجل حتى لو كنت انت. اوبا يا الحماس، الحماس ليفل مليون يا صاحبي. اوه اوه يا صاحبي اوه، شايف الصورة الرهيبة دي؟ صورة لإيتاشي الفسفوس، ايوه لما كان صغير. على فكرة دي اصلا فان ارت، يعني مصنوعة كده صناعة من واحد محترف، رسام محترف. تقدر يا صاحبي تستخدم الخلفية دي كخلفية للهاتف بتاعك طبعا، وهتبقى حاجة دمار. انا استخدمتها الصراحة للهاتف بتاعي فرهيبة. هسيب لك تحميل الخلفية دي موجود في اول كومنت بأعلى دقة عشان تستفيد طبعا بكل التفاصيل بتاعة الصورة دي، حاجة رهيبة والله، فجربها يا صاحبي وتعيلي. وبس كده يا صاحبي، ده كان الجزء الثاني من انمي حلبات راجناروك الأسطورية. يا ترى هل عايزين نكمل فيه ولا لا؟ قولنا تحت في الكومنتات، وما تنساش الهدية الرهيبة اللي سبتها لك في اول كومنت. ويلا اشوفك على خير في الفيديوهات الجاية. بيس اوت مان.